أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على أهل العلم من بعد الصحابة بقوله: يأتي من بعدكم الرجل خير من عشرة منكم؟ قالوا: يا رسول الله منكم؟ قالوا: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم. فهل هذا حديث صحيح؟ والله ما أعرف هذا، لكن الذي يعرفه في الغرباء في آخر الزمان المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا ومنهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني في هذا الأمر خاصة، وأما في بقية الأمور فالصحابة أفضل بكثير من جاء بعدهم، لهم فضائل كثيرة. نعم، تغمر ما هذه الفضيلة التي حصل عليها المتأخر بصبره وثباته على الدين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.